لي عنده حاجة مدي الطابلة لوليدي ولا أخويا ولا وليد خويا ولا يتفضل يقول يكشف كاين مصالح معنية. إلا كان جوس واحد بالمعرفة يتفضل، أنا أحبابي قراب ليا شحال وأنا هنا في القصبة، أجيال وأجيال ربيتها في القصبة ويعرفوا عقليتي. إذا كان الناس راهم في كل عهدة يزكيوني ماشي من فراغ، يعرفوني صارم في العمل، يعرفوني خدام نسبق الخدام للبلدية ونخرج على الستة ستة ونص من البلدية، هذه واش يعرفوني لو كان يكون وليدي ما عندوش حق ولا مادة، شنو نقول له مادة راه جزائري يستاهل ولكن كاين من أسبق منه.